السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا عاشر. الآن سوف نبدأ في الدرس الرابع. في الدرس الرابع هو نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال والمحفظة الإلكترونية. بواسطة الهاتف النقال والمحفظة الإلكترونية، هل عانيت يوما من نسيان محفظتك، محفظة نقودك عند رغبتك في شراء سلعة معينة؟ هل تخيلت يا عاشر أنه يمكن الاستغناء عن هذه المحفظة أصلا؟ هل يمكن؟ عندنا نظام الدفع اسمه نظام دفع إلكتروني بواسطة هاتف التليفون النقال، يتيح لك إنشاء محفظة إلكترونية داخل هذا الهاتف تمكنك من دفع ثمن المشتريات مباشرة أو تسديد قيمة الفواتير من دون الحاجة إلى حمل النقود. أطالبكم في هذا الدرس إلى حفظ ما هي نظام أو الشيء الدفع بواسطة الهاتف النقال. نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال هو عبارة يا عاشر، هو عبارة عن نظام إلكتروني يشرف عليه البنك المركزي الأردني، ويتيح للفرد باستخدام الهاتف النقال. يمكن للبنوك والشركات والمستفيدين من خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال التسجيل فيه لغايات تبادل فيه الحركة المالية. وبدأ هذا النظام من عام 2014، ويسمح باستخدام خدمات الهاتف النقال في التخزين أو الاحتفاظ بقيم مالية صغيرة أو تحويلها إلى آخرين للوفاء بالمتطلبات المالية من خلال تطبيق إلكتروني يدعى بالمحفظة الإلكترونية. طيب شو يعني محفظة إلكترونية؟ كلهم بيحكوا محفظة إلكترونية محفظة إلكترونية في الزمن هذا اللي احنا عايشين فيه، أيضا كله بيحكي محفظة إلكترونية. هي عبارة يا عاشر عن حساب افتراضي يدار عن طريق تطبيق معتمد لإحدى الجهات، لإحدى جهات مقدمو خدمة الدفع التي يقرها البنك المركزي الأردني، وهو يثبت وينزل في جهاز الهاتف النقال للمستخدم. والمحفظة الإلكترونية تعد وسيلة مريحة آمنة لأداء المعاملات النقدية والمدفوعات الدورية. قد أصبح ممكنا اليوم استخدام الهاتف النقال في تسديد قيمة الفواتير وتحويل الأموال محليا وإعادة شحن خطوط البطاقات المدفوعة مسبقا، فضلا عن استخدامها في الحصول على العديد من الخدمات الأخرى. عنا إشي اسمه خطوات أو خدمات نظام الدفع، خدمات نظام الدفع هكذا شكل المحفظة الإلكترونية تكون. خطوات خدمات نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال جومو باي هي عبارة عن خدمات ماذا تتيح إتمام المعاملات المالية جميعها باستخدام حساب للمحفظة الإلكترونية موجود في جهاز الهاتف النقال. من الأمثلة على هذه المعاملات المالية من خلال خدمات نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال إيداع الأموال في حساب المحفظة الإلكترونية عن طريق مكاتب مزودة، سحب الأموال من حساب المحفظة الإلكترونية عن طريق هذه المكاتب المزودة بالخدمة أو أجهزة الصراف الآلي، أو إرسال الأموال وتحويلها باستخدام حساب المحفظة الإلكترونية بغض النظر عن نوع الهاتف أو الخط اللي أنا حامله. آخر شيء دفع أثمان الفواتير وتسديد القرض باستخدام حساب المحفظة اللي أنا عملته باسمي. أطالبكم يا عاشر فقط في حفظ صفحة تذكر في كتابك صفحة 91. وإلى هنا استودعتكم الله في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.